رجعنا لكم لنتابع حلقه اليوم من حلوه يا دنيا تحياتنا لكل اللي هلا لمتابعة متابعه هالحلقه وزي ما قلنا لكم اليوم الحلقه منوعه ومليئه بالفقرات وهلا بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا المتسلق الاردني مصطفى سلام اللي انا بعتبره من اهل الدار دائما بتنورنا بحلوه يا دنيا اهلا وسهلا فيك مصطفى صباح الخير اهلا وسهلا فيك شكرا لاستضافتكم الي الله يسعدكم صباح الخير صباح مصطفى الولد. وحمد لله على السلامه واحنا كمان بيشرفنا نقول انه البطل العالمي والمغامر العالمي كمان الله يخليك آه مصطفى سلامه احنا كنا نحكي عن مكافحة مرض السرطان وأنت جزء كبير من عملك اللي بنعتبره المغامراتي والرياضي هو لمكافحة هذا المرض وأيضا غيره من يعني للأسف الآفات الكبيرة اللي بتهاجم الإنسان وبتعرض حياته وصحته للخطر أنت تقوم بأعمال رياضية مغامراتية فبالتالي من خلالها بتم جمع مبالغ ايضا كبيره لجهات يعني خيريه ومن ضمنها طبعا طبيه واخرها كان مركز الحسين للسرطان ولكن قبل ان نتحدث في ذلك نقول لك الحمد لله على السلامه كنت في القطب الشمالي اي هو اسمه لحاله بكركبنا سلامة اصابعك ومناخيرك كل علي ان شاء الله يا مصطفى <تصفيق> <تصفيق> يعني انا مش فاهمه بيعذب حاله هالمصطفى كيف كانت الرحلة على القطب الشمالي؟ الرحلة كانت يعني الرحلة كانت يعني هاي الرحلة كانت كثير يعني كانت واحدة من اصعب الرحل اللي اللي مريت فيها يعني التدريب فيها قبلها كان بسنة تدريب طبعا كان كثير برد درجة الحرارة من تحت ال 35 لتحت ال 50 وصلت طبعا القطب الشمالي الاشي اللي فيه اللي هو العواصف اللي بتصير فيه اللي كانت المشكله الكبيره لنا وبرضه يعني احنا بلشنا أخذت ثلاث اسابيع واحنا على الثلج يعني احنا حتى قبل ما نبلش كان الواحد من اللي هم الجايد الرشن من روسيا ان انك انت هلا داخل على فريزا راح تقعد فيها ثلاث أسابيع عشان تفهم هي إنه يكون عندك الإشي الفكري المنتلي إنك فهمان إنك راح تدخل على فريزة ثلاث أسابيع وراح تطلع من هاي الفريزة كل إشي راح يكون متلج كل إشي الأكل تبعك راح يكون متلج المي راح تكون متلجة فبدك تفهم الإشي هذا عشان ما تنهار عقليا هلا جسميا أنا كنت جاهز مية بالمية. كنت يعني عامل كل التمارين اللي بدي أعملها كنت مجهز حالي والحمد لله برضه كان عندي دعم منيح من من شركة أمنيا اللي أنا سفير المغامرات إلهم ومن تويوتا ومن لام مارك عمان، هدول برضو ساعدوني على تدريبي لسنة وإني أوصل للمرحلة هاي. إحنا بلشنا من شمال النرويج من منطقة اسمها لوجنبرغ واستعملنا الهاسكيز دوغز لمدة تقريباً أسبوع علشان نهيئ جسمنا للبرد اللي راح نكون فيه. وبعدين اخذونا بطياره روسيه هركلس هاي تبعت الامم المتحده على روسيا او على بحدود روسيا فوق بالثلج وبعدين هليكوبتر ونزلونا بسيبيريا وراحت الهليكوبتر بسيبيريا مشينا احنا اللي هي 285 كيلو بال بالثلج يعني هي ابعد منطقه فيها المواصلات محل منزلته وبعدين خلص. خلص. ما في شيء ما في داعي لا, في طيارات ولا في اي ولا في تبدا المغامره السير على سير على الاقدام سير على الاقدام بكون ساحب انا وراي 70 كيلو اللي هي السليدجز آه وطبعا هي كلياتها حاط انا سكي وعم م. عم 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 بمشي فيها رفيت. وكان معي انا تقريبا سته يعني ناس من الصين من ايطاليا من امريكا من بريطانيا اللي هو انترناشونال تيم ناس بتجين على القطب الشمالي يعني هي الفكرة الكبيرة أنا تبعتي أني أخلص سبع قمم أعلى قمة في كل قارة وأوصل للقطب الشمالي والسنة الجاية إن شاء الله بالقطب الجنوبي بكون واحد من 30 بني آدم في العالم بخلص الهيشي والأردن بتكون دولة رقم 11 أو 12 إنها بتخلص هذا الإشي وطبعا زي ما حكيت انت الاول شيء يعني برضه انا سفير لمركز الحسين للسرطان وهي هاي الرحله كانت توعيه أه وقديش أه احنا كثير الاشي المهم الاشي اللي بناكله والرياضه اللي بنعملها هي اشي مهمه انه نقدر نقاوم مرض زي هيك وانت بتعرف عن ال فور كانسر اللي هي من اخفض نقطه نقطه عملنا اشي لايفرست وعملنا اشي لافريقيا هاي السنه والحمد لله طلعنا مليونين دولار نعم برافو والسنه الجايه ان شاء الله راح تكون لبوليفيا ولبيرو مشان تيجوا معنا انتوا على بيرو او كنا على كنا عم نتناقش <applause> تحت الهواء هينا مصطفى عم نشوف آآ صورتك آآ وانت رافع علم مؤسسه الحسين آآ للسرطان آآ المشاريع كنت اسالك على المشاريع المستقبليه البعثه الثالثه لوين راح تكون زي ما قلت لنا بوليفيا و بوليفيا وبيرو اوكي آه راح تكون بوليفيا راح نتسلق جبل ارتفاعه 5800 بعدين ننزل على البيرو على منطقه اسمها موتشي بيتشو اللي هي منطقه معروفه ونعمل التريك هناك وبرضه راح يكون معي 20 يعني شخصيات أردنية محلية علشان نجيب برضه مليون إن شاء الله دينار هالمرة مش بس دولار مش لمركز, لمركز الحسين للسرطان نعم. كان كان السقف التوقعات انه مليون دينار صح؟ وجبناه وجبتوا 2 مليون دولار. دولار. هلا هل من هذيك آه. الرحله 650 الف وهي الرحله جبنا تبعت افريقيا جب كملنا المليون دولار دينار اردني يعني كانت مليون دولار وكملنا مليون دينار دول اردني وهذه بتكون من خلال تبرعات لجهات تقتنع بالعمل وتحب انها تساهم فيه نعم وكله هاي يعني الفلوس عماله بتروح لتوسعه نعم. لمركز 100% لمركز الحسين للسرطان 100% للتوسعه اللي ان شاء الله راح تفيد ناس كتير بالبلد ومش بس بالبلد في المنطقه العربيه كمان يعني